السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير متابعينا وأعزائنا الكرام، نرحب بكم مرة ثانية في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نطل عليكم من هذه النافذة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنفذ إلى قلوبكم. في بداية اليوم نذكر الله سبحانه وتعالى ونذكر ببعض آيات الله سبحانه وتعالى، ونتفكر في بداية اليوم يا جماعة الخير، نتفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دائما يا جماعة الخير، الإنسان إذا أصبح الصبح يصبح بطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكره وشكره وحسن عبادته حتى يتوفق في يومه أو سائر يومه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. إن اليوم يا جماعة الخير هو أنا سهيلي جاينا من البر، هذا البر قدامكم يا جماعة الخير، والهو سهيلي بارد ما شاء الله، نفحات صباحية. نحن في آخر موسم صيد الحذر، هناك الربع أنا مطرشنهم ينظفون لين ما تثبر الماية. أمس أنا تكلمت وقلت يوم تثبر الماية يبدأ السمك يدخل، والقمر يعني ينزل، القمر ما زال فوق، كل ما نزل نزلت الماية. هذا المكان اللي نصور دائما نصوره، ما في بحر، شوفوا الآن الماي سجي. بنستأنف إن شاء الله الصيد بطريقة الحضرة يا جماعة الخير، اللي بنبدأ بالقراقير إن شاء الله اليوم. الخير وايد بإذن الله سبحانه. طبعا يا جماعة الخير النيسر بيخف، قلنا لكم يوم بيصغر القمر، ما زال القمر ينور الظلام في الليل مع أنه متأخر، لكنه يدخل على الماية المغربانية، المغرب في ماية تبر، يدخل النيسر على الغواق، الماية اللي تثبر المغرب. يوم تثبر المغرب يا جماعة يكون في سفر يسمون الغواق الأوليين. يبدأ الغواق يا جماعة يوم تتقرب الشمس ويظلم البحر بعد العصر، يسمون الغواق لين يستوي الظلام. يعني الغواق يبدأ من قبل غياب الشمس أو غيوب الشمس إلى بعد ما تغيب الشمس، إلى قرب العشاء يعني تقريبا، من يخوز الضوء، هذا الضوء اللي بين الليل والنهار، خلاص هذا هو الغواق، فترة الغواق. أما الغبشة الصبح البهرة يسمونها البهرة، زين، ويسمونها أيضا يوم تبين الشيفة، قال بانة الشيفة، يعني بدأ الجو أو بدأ الوقت ينور. ما زلنا نشل يا جماعة والحمد لله والشكر. تتذكرون يا جماعة هذه الكيس اللي قلنا دم، وطرشوا لي العالم كله قالوا لي هذه قهوة، وحد طرش لي قال لي يمكن في سام يمكن ملوث، لا ما شاء الله في ناس عندهم خبرة قالوا هذه قهوة. سبحان الله، تقول خريطة، وخريطة مال المغذي اللي يحطونها على المغذي، مو نفس الشيء، سواي لها مثل البيب. فهذه يا جماعة متى احنا ماسكينها عندنا، هذه قهوة دم. شوف يا سعيد درويش، شوف المضريس، شوف امس ما كلنها، انت تقول شحن فيها، بنخليها حق السويدي ماشي اليوم. انصاري خشوا هذا احمر، خشوا المضريس، خشوا زين، يلا. طبعا يا جماعة الخير اليوم ما بندفر لان السمك غليل داخل الحضرة، نكتفي بشل القراقير والنيسر. أمس فرطن علينا الجدود، ما أدري فين كم من جد، هناك في أسماك لكنه بعيد عنا، أنا بغي نشوفن. في هني بسار صغار، في هناك سوادة، ما أدري شو هناك، بعيد هناك، لكن اليوم بنكتفي إن شاء الله ما بكل يوم يا جماعة ندفر الحضرة، ما يستجي بنتأخر، مع أنه في سمك داخل الحضرة. هذا شعري على ينم صغار، شو شعري يا جماعة، صغير، كل اللي حطه داخل شبه، ما شاء الله يا القبقوب يا جماعة، زاد القبقوب، شوفوا القبقوب، شوفوا الخير يا جماعة، شوفوا الخير. ناصر شل نيسر بس، هات مني هذا، هات خلنا نشوفه شبه داخل البحر، تعال شوفه شبه، يا الله متعايز شبه، كله يبون يبيعونه كله. انت تريد تبيع؟ ها؟
يريد صالونه ناصر، كل يقول صالونه، كل ما نقول شيء عقه قال لا صالونه. يا الله الحروف. هاي الحضره المنكوبه يا جماعه، شوف القبقوب ما شاء الله، شوف القبقوب مكثره على السيم، كل كبار ذكاره، كل السيم كله قبقوب، ما نقدر ندفرها يا جماعه الحين، باكر بنصرمها ان شاء الله. في هناك بعد فيها وايد نيسر بالجنب الثاني، اي بس بنقول ان شاء الله، ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا، يمكن يضرب هو وتفتفت، لان هني مفتوح البحر يا جماعه. هاي اللي سميناها الحضره المنكوبه، فيها نيسر، فيها جدود، فيها مشكله، لكن بنيها باكر ان شاء الله. زين، بس ما بنقول عاد بنصرمها، لا ان شاء الله نيها، ان شاء الله نيها ونحصل اللي فيها، يتم السمك فيها عليه شوية في الليل يدخل بعد. يلا شلو شلو يا بچا، شلو ما شاء الله ما شاء الله يا القبقوب يا جماعة، شوفوا تشيس مزرن قبقوب. أمس رجل صالح غلبونا بعد وايد قبقوب يا أبو، قبقوب غالي يا جماعة، القبقوب غالي ما برخيص، أغلى عن النيسر القبقوب، أغلى عن النيسر يا جماعة. خلنا نشوف القرقور، يا ربي نصه قبقوب ونصه نيسر. يلا المزروع يا الحين بياخذه كله هذا، شوف ها بچا، شوف قبقوب فيه متروس، ها يا سيم قبقوب، في جش في شيء. يلا 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 شبوا شبه شبوا، يا شوف الخير يا جماعه، شوف الخير، شوف القبقوب يا رب، قبقوب اكثري ذكاره يا ربع، ما في نثايا ما شيء، كله يمشي ذكر ولا نثى. زين باقي لنا يا جماعه درين بيسوي بيض، النثى النثايا بيسوون بيض، في يسوون بيض في در 70، در 70 يا جماعه، نحن الان بندخل در 60، در جاي ان شاء الله اللي عقبه بيسوي بيض القبقوب. بنتوكل ان شاء الله الى ابو ظبي، متوكل على الله. هذه تبو ظبي يا جماعة، والطريق سالك هني، الماي السجي ما زالت هني، ربعنا بعد يعانون حضرتهم، خلق الله تعاني، والله يفرح الجميع إن شاء الله بالخير والرزق. يصور غيري أنا يا جماعة الخير، توكلنا على الله. نحمد الله على السلامة، جينا وصلنا يا جماعة الخير. هذا الصير الصيد، كما تلاحظون يا جماعة الزعفراني اللي هو النيسر، وما زال النيسر يا جماعة سمين وزين، وقدام تشوفون القبقوب. طبعا إذا ما شفتوا سمك كبار يعني ما دفرنا يا جماعة الخير. نحمد الله سبحانه وتعالى أنكم تتابعونا، وإن شاء الله هاي النافذة اللي تشوفونها كل يوم ما تسكر إن شاء الله، ادعوا لنا بالتوفيق يا جماعة الخير. في الصور هناك طبعا الناس نزلوا قبلنا، احنا اليوم تاخرنا قرب الثمان وصلنا الان، لان احنا مرات ننشغل بالتنظيف، ننشغل باشياء، فالربع تشوفون النيسر نزل، اصحاب النيسر ينزلون هني، يمكن ما نصورهم لكن ينزلون هني، ويايبين قبقوب يا جماعه، القبقوب على كل الحضر، هذا القبقوب شوفون يا جماعه يتم حي. ابو عبد الله في الصوره، وسعيد الدرام والربع، الله يسلمك، مرحبا ابو عبد الله، مرحبا. اريد انا بشتري الطراد كامل، فدوى عنك فدوى عنك يا ابو عبد الله، لان ينطر اريد وخذوا العالم، ما يهمك انت وربعك وكلكم، انت وربعك